لذلك أقول لهم المعركة الحقيقية بعد تحرير سرت أن يتجهوا إلى بنغازي، لقتال حفتر، لا لقتال البنغازي، لقتال حفتر، لأنه حفتر لا يريد بنغازي وحدها وإنما يريد ليبيا، لأنه عندما أعلن انقلابه أعلن انقلابه بعد أن ربط أموره مع جيوش قبائل ومع بعض الكتائب في تاجورة، عمل جولة في ذلك الوقت يظن أنه بين عشية وضحاها يستوي على ليبيا ليدمرها مثل ما دمر تشاد ومثل ما يدمر الآن في بنغازي. ولذلك هم عندما يقاتلون هم يدافعون عن أنفسهم، أهل مصراتة ولا أهل الزاوية ولا أهل طرابلس، عندما يقاتلون حفتة في بنغازي يدافعون عن أنفسهم. الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هؤلاء يقاتل إخوانهم في بنغازي ويريد عندما ينتهي من بنغازي أن يتقدم إليهم، هو الذي نقل إليهم المعركة في سرت هي بدعم منه. حفتر والدواعش والجماعة كتائب القذافي وسحبان ومعزل كلهم وجوه لعملة واحدة، وكل من يدعمهم ويناصرهم فهو مثلهم. لابد أن تتحرر ليبيا من المفسدين.